بسم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حته صغيره جدا في السيكونس اللي بنعملها عشان بس نثبت ان السيكونس ممكن اضيف عليه ديتا او اضيف من خلاله ديتا او احذف من خلاله بيانات او كلام زي كده. فهنعمل بس الفكره بتاعته. فانا هعمل فال عرفت فاريبل سميته ريزلت، هعرفه سيكونس اوف وهديله شويه بيانات تو مثلا عادل مثلا كحيل مثلا ومهيمن او غيره. تمام، دي سيكونس عاديه جدا. فانا ممكن اقول له دوت وابدا اشتغل عليها واد فيها داتا زي بلس بفانكشن اسمها بلس. فممكن اقول له مثلا سابور، فسابور كده هيتضاف على الايه؟ على السيكونس الموجود فوق. انا كريته سيكونس اوف على طول لانه بيقدر برضه يتحمل بالشكل ده. مهيمن ممكن اضيف او اشيل مهيمن من فوق. طيب مش عايزين الدبليكيت، بس فكره ان في داتا ممكن ماينس. ماينس دي يعني اشيل من الايه؟ من السيكونس الموجود عندي. فقلت له ماينس مثلا واديته اليمنت مثلا شيل عادل مثلا، فماينس عادل فخلاص كده عادل ده هيتشال. فهيبقى كده معايا كحيل صابور مهيمن بالترتيب، كحيل صابور مهيمن بالترتيب خلاص. يعني كحيل 0 صابور 1 مهيمن 2 كاندكس، عشان دوت ويز اندكس دي هتركمهم لك اكنهم اري باندكس بقى. ليه؟ عشان ممكن استغل الاندكس ده في حاجه زي في فلتر مثلا. اقول دوت فلتر واقول دوت 8 اندكس اندكس مودلس 2 بتساوي 0، يعني عايز الزوجي بس، عايز الزوج بس. تمام، او بيبقى الاسم على الاثنين، يعني الكحيل يجي صابور لا مهيمن يجي. تمام، عشان صفر واثنين. دوت ماب لو عايز اعمل اي ترانسفورميشن فانا هقول له بقى 8 دوت فاليو، مش عايز بقى الاندكس والفاليو. الاندكس بقى انا هقول له 8 دوت فاليو بس، اطبع لي الفاليو وحول الفاليو ليه اسماء، اسماء بس من غير اندكس، يعني احنا عملنا ويز اندكس ما تنساش. فدول تو ليست حولها لي ليست خلاص اسماء بس، هي كحيل وصابور ومهيمن وشال عادل، واللي بيقبل منهم اللي هو مين؟ اللي هم الاسماء اللي قلنا عليها كحيل ومهيمن بس. خلاص كده هو عملنا بلس وماينس وشفنا برضو ويز اندكس وعملنا عمليات على الايه؟ على الـ على السيكونس وضفنا بيانات ومن خلالها يعني. تمام، وشفنا فكره ان صابور وبقت الرقم بترقم ازاي بتاع الاندكس والكلام ده كله اشتغل عليه، والباقي عملت اجابه رجعت الفاليو من غير اندكس.